نستعين وعلى بركته نتوكل، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل بركة من هنا من نهائي مهرجان ولي العهد للهجن لعام 2024. نتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وكذلك الشكر موصول لسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عراب رؤيتنا فخرنا وعزنا، حفظكم الله من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. من هنا من هذا الحدث الأكبر كأس ولي العهد للهجن للقايا إبكار مفتوح، تحضر الشعارات والمؤسسات بطموح وآمال، الكل يسعى جاهدا لتحقيق طموحاته. نخبة من الأسماء المشاركة بإنجازاتها وبسجلاتها الحافلة بالانتصار، من هو سعيد الحظ لحظات ونتعرف على بطل وفارس ومتوج بكأس ولي العهد لعام 2024. شوط البداية انطلق يا عسى خير، الشوط حامي وأهل الهجن مستعدة، رمز اللقاية يا عرب دسنا غير، ما فيه لا رحمة ولا به مودة، شوط جمع بكرة مواطن مع أمير، واللي يشارك فيه محد يرده، واللي يشارك فيه محد يرده. انطلقت الطموح، انطلقت الأمانية بحثا عن أول كؤوس اللقاية في لقاء وفي مواجهة كبيرة تحضر ما بين الأسماء والمؤسسات. انطلقنا وإياكم وبحضراتكم لنتعرف على الأسماء المتقدمة في المشهد الأول، أول الأسماء أول العناوين المندفعة الحاضرة مع مقدمة الشوط تكبير حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، من يقدم لنا تكبير مع مقدمة الشوط. هجن العاصفة من الجانب الآخر مع الشاينية، غيرت هجن العاصفة مع الشاينية، غيرت الهلالي من يتابع لنا الشاينية وحضور الشاينية. المركز الثالث هنا الحضور، هنا القدوم، مرحبا بنوف، وصلت نوف، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وبقيادة أحد الخبراء راشد بن عبد الله بن شريم المري، من يقدم لنا نوف، في رصيدها رمز، في رصيدها إنجاز كبير، طامحة وباحثة عن كأس ولي العهد. بينما الحضور من هجن الشحانية على المركز الثالث هنا مع الكايدة، تتقدم الكايدة وبقيادة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل البرنس، من يتابع لنا الكايدة. هجن الرئاسة تهاجم، تهاجم في هذه اللحظات، بدأ الحضور، بدأت المواجهة، ومن هنا تبدأ المواجهة الحقيقية في لقاء كبير، في لقاء لقايا الأبكار. هجن الرئاسة مقدمة لنا شعار مع خيال بهذا الجمال والكمال، والكمال لله سبحانه وتعالى. نوف 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 مع مقدمة الشوط، أبناء المملكة العربية السعودية من يقدمون لنا نوف، من بدأت تسيطر في هذه اللحظات في ضغط مستمر، ضغط متواصل. بينما القدوم والحضور وصلت وذفة، شعر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وفالح بن حمود البلوي الذهبي، من يتابع لنا وذفة على المركز الثاني. يشتد الصراع وترتفع حرارة هذا الشوط من أجل الكاس، كاس الكؤوس، كاس الكؤوس. يا سلام، الله الله الله، بدأ الهجوم من هجن الشحانية مع الكايدة. هجن الشحانية مقدمة لنا الكايدة، وهنالك كذلك هجن الشحانية تهاجم. بينما الحضور مرحبا باللي حضرت، مرحبا باللي وصلت، هنا العلا، وصلت العلا على المركز الثالث. وهجن الشحانية من الجانب الآخر، وين الكاس وين؟ والله حاير، والله طاير. بدأت
تتشكل المراكز، تتشكل المراكز وتحضر الشعارات. إنه الكيلو الأخير، إنه الكيلو المهيب، كيلو مهيب، كيلو الكاس السعودي حتى هذه اللحظات مع العلا. هجن الرياسة تتقدم على المركز الثاني بحضور، بحضور خيال، بحضور هنا محبوبة، وصلت محبوبة، وصلت منيفة، منيفة، منيفة على المركز الثالث. هجن الشحانية على المركز الرابع. وين الموقع يا أخواني؟ اقتربنا من المنصة. العلا، العلا مع مقدمة الشوط، محبوبة للجماهير ولعشاقها ولمحبينها. هذه صاحبة كأس العلا، صاحبة الإنجازات، صاحبة السجلات. هجن الرئاسة تحاول في هذه اللحظات، هجن الشحانية تهاجم، تهاجم. خليجية، خليجية، هي 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 هي، ولا سعودية، سعودية حتى هذه اللحظات مع العلا. شعر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. يلا يا أبو عبد الله، يلا يا أبو عبد الله، يلا يا خالد، يلا يا خالد. هجن الرئاسة، ولكن العلا، العلا في مكان العلا، العلا في مكان العلا. الرمز والكاس السعودي، كاس ولي العهد، باقي 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 للأبد مع العلا، مع العلا. سعود النماس، الكاس السعودي. مشكور يا أبو عبد الله، مشكور يا أبو عبد الله، ما خيبت ظن بحبينها وجماهيرها، وأنا والله من محبينها ومن جماهير هذه البطلة. العلا بطلة لا تقهر، لا تعرف المركز الثاني، لا تعرف إلا الرموز والذهب والكوس. تهانينا والنماس، الرمز الثالث في الرصيد مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. مشكور يا أبو عبد الله، مشكور. خالد بن عبد الله بن شريم المري المركز الثاني. هجن الرئاسة مع محبوبة على المركز الثاني والمركز الثالث. شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود مع منيفة والمركز الرابع. رابع الأسماء فكان الحضور مع هجن الشحانية. والمركز الخامس نشاهد وإياكم أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، نشاهد توقيت البطلة المصنفة تحضر كعوايدها. وهنا البطلة العلا تأتي في مكان العلا وفي المكان النايف دائما وأبدا. توقيت العلا مشاهدينا الكرام 6 دقائق 18 ثانية 95 جزءا من الثواني. تهانينا والنماس لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود على حصول العلا لكأس اللقايا المفتوح وأقوى المواجهات للقايا وأعتاها. المركز الثاني فكانت محبوبة مع هجن الرئاسة. والتوقيت الزمني 6 دقائق 22 ثانية 18 جزءا من الثواني. ثالثا منيفة بالشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وتوقيتها 6 دقائق 26 ثانية 35 جزءا من الثواني. هكذا كان توقيت منيفة. رابع الأسماء فكان الحضور مع هجر الشحانية. والمركز الخامس شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مع فلك. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء الأفاضل. تتواصل التحديات، تتواصل الإثارة في تحديات الرموز والذهب في هذا المساء. شوطنا القادم أول أشواط اللقايا القعدان المفتوح بصوت الزميل أحمد بن عزيز البلوي واصفا ومعلقا على مجريات شوطنا القادم.